مع مهند بن حمود للسيارات. اليوم هوريلكم سيارة وصلت عندنا مؤخرا من فئة البي اتش اديشن بلون جديد كمان 6.2 تريل بوس. يلا بينا نشوفها من الداخل. التريل بوس ال21 زي ما احنا عارفين هي بتنزل ماكينة 6.2 على كابينتين. طبعا هي زي 71 باكج. الانجن بتاعنا 6.2 10 غيار 420 حصان. البي اتش اديشن احنا هنوريلكم حالا ايه المواصفات الزيادة عليها عن السيارات العادية. زي ما شايفين اللون الجديد ده ما شاء الله اسمه ساتن ستيل، احنا بنقول عليه الرمادي المعدني. من المقدمة زي ما احنا شايفين الشكل المتوحش، اللون الاسود على الشبك وعلى الدعميات، البامبرز ورا وقدام والهوكات الحمر، كشافات الضبابية، الشعار الاسود الرياضي. ويلا نشوف بقية المواصفات. خاصية جديدة تم اضافتها عندنا في البي اتش اديشن الزي 71 هي الاربع كاميرات المحيطية الـ 3D. دي كاميرا منهم بتبقى موجودة على المراية الجانبية، الخط الاسود اللي على الباب بيميزها. طبعا عندنا هنا كمان دواسة متحركة تفتح وتقفل مع الباب، نقدر نتحكم فيها طبعا نخليها مفتوحة طول الوقت او مقفولة طول الوقت بالازرار الداخلية عند السائق. هنا طبعا المساند اللي على الباب ورا التخشيب، في عندنا الجلد الزعفران او الجملي، سماعات البوز. عندنا هنا كمان المودز الكاملة للأوف رود. ده شكل الكراسي مع اللون، جلد طبيعي اسمه ولي ليدر، ده خاص ببن حمودة للسيارات فقط. اللون زي ما انتم شايفين انتوا سموه لي اللون، في ناس بتقول لي جملي، في ناس بتقول لي ده زعفراني، حسب اللي شايفينه من اي دولة. طبعا ده شكل الستيرنج، شاحن لاسلكي للتليفون، بوش ستارت، الشاشة بتاعتنا 8 انش بالابل كار بلاي والاندرويد اوتو والواي فاي. هنا استهلاك البترول، اللتر الواحد يمشيك 10 كيلو. هي سيارة طبعا سعة التانك هي 98 لتر، 10 غيار 6.2 420 حصان. السلندرات احنا اوريدي عرفنا خلاص، السلندرات بتشتغل حسب الار بي ام بداية من سلندرين، وباقي السلندرات بتفتح وتقفل حسب الحاجة بدون تحكم من السائق. السيارة بتحدد امتى تفتح وتقفل سلندرات حسب ما هي محتاجة فقط. كل ده عشان يدينا توفير في استهلاك البترول. ده الشكل الخلفي. اوريكم هنا البي اتش اديشن. الشكل الخلفي احنا عارفين الفئات الجديدة الدفعات الاخيرة اللي وصلت بيكون مقسوم اتنين، نقدر نفتحه ضغطتين زر بينزل الباب وينزل معاه السلم. نفتح السلم من هنا. تمام. طبعا السيارة دي عشان بي اتش اديشن فهي عليها التلبيسة البلاستيك، الشبك، شعار الشيفروليه، الإضاءات، مخارج الكهرباء، مقبض للصعود. شايفين ندخل داخل السيارة نشوف الدواسة الكهربائية بتاعتنا، حتى الدواسات على الأرض، جلد عليها شعار التريل بوس. نطلع نشوف الداخلية. ده شكل الستيرنج، العداد، هنا السدة. السدة دي ممكن اضافة تلاجة او فريزر كمان عليها لو حبيته. طبعا تتصلوا على مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في ابو ظبي والعين. حاجة تانية هنا كمان الشورت انتنة، شكل رياضي اكتر. ده شكل السيارة مرة تانية.
يلا في انتظار اتصالاتكم واي استفسارات. مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في أبوظبي والعين. أهلا بكم.